شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال رحمه الله: قال: وبعض الناس لا يعرف تحقيق المحبة فيقول: فما أكثر من يحب المشايخ لله وليس بصادق. قال: وما أكثر من يحب المشايخ لله ممن يعرف أن هذا الشيخ يخالف الكتاب والسنة وهو معرض عن السنة النبوية، قال: فيحبه ويقول كذب. بمعنى هذه العبارة، لو كان يحبه لله لأحب ما يحبه الله، فأصل المحبة أن تحب الله وأن تحب ما يحبه الله، فكيف تحب شيخا ضالا معرضا عن الكتاب وعن السنة؟ فهذا ليس مما يحبه الله. قال: وكثير من يحب مشايخ أو ملوكا أو غيرهم فيتخذهم أندادا يحبهم كحب الله. قال: أما من أحب المشايخ والأشخاص الذين هم الأتقياء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحو هؤلاء، قال: فأصل الإيمان ومن أوثق عرى الإيمان أن يحب أمثال هؤلاء ممن في ظاهره الصلاح والخير واتباع السنة. قال: وإن كان يجهل باطن أمره.